السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ شاب عساكم طيبين. طبعا في بداية المقطع حبيت أقول لكم مبارك عليكم الشهر، والله يبلغنا برمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله. وإذا لا تنسون تغتنمون الفرصة بما أن الشهر فضيل والحسنات فيه مضاعفة أكثر من الأعمال الصالحة اللي تقربكم من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في موضوع الصراحة كان ودي من زمان أني أناقشكم فيه، لكن للأسف الشديد واجهتني ظروف وما قدرت. فيا اليوم اللي أقدر أناقشكم بهذا الموضوع أطرحه عليكم. صراحة الموضوع جدا مهم ولازم كل شخص يتابع هذا المقطع يتخذ هذا الموضوع بجدية، لأنه صراحة شيء جدا مهم وشيء لازم كلنا ناخذ العبرة منه. طبعا في يوم من الأيام بالأيام الحارة بالخليج، ما شاء الله طبعا درجة الحرارة أقل شيء 40 وطالع، اللهم الله يجينا من عذاب النار. أنا ما تدمر من هذا الشيء، لكن الجو حار الصراحة. وأنا كنت طالع بالسيارة، طبعا ما كنت أنا اللي أسوق، كان أخوي يسوق، قاعد بالسيارة تكييف وبراد وعصير بارد وناسة والحياة حلوة. وقفنا عند الإشارة، فجأة طلع واحد تقريبا عمره 10 أو 11 سنة، قاعد رايح راد بالإشارة يبيع لي تات الزينة على ربع على نص دينار. فصراحة شيء يعني يكسر الخاطر الصراحة. تخيل أخوك الصغير عمره 10 سنين قاعد بالإشارة بهالحر يبيع على الربع على النص، يعني صراحة شيء جدا يحير، كسر خاطري حيل الصراحة. لكن مشينا عنه، وقفنا بإشارة ثانية وهم نفس الشيء، تقريبا واحد عمره 15 أو 16 سنة، حيل قريب من عمري. طبعا أعمارهم تتراوح يمكن بين 10 سنين أو ممكن أقل إلى 20 أو أكثر، إلى 20 سنة أو أكثر، يعني تقريبا من فئتنا، يعني من أعمارنا، يعني كبرنا تقريبا، قاعدين يتعبون ويشتغلون وإحنا قاعدين بالبراد لا شغل ولا مشغلة والحياة حلوة عندنا. فقعدت أفكر شو اللي خلاهم هم برا قاعدين يشتغلون بعز الحر بالتعب هذا على ربع وعلى نص دينار، وإحنا قاعدين معززين مكرمين بالبراد. فخلونا نسوي مقارنة بيننا وبينهم، أوكي؟ خلونا نسوي مقارنة بيننا إحنا وبين اللي يبيعون بالإشارة. طبعا أنا ما أقلل من قيمتهم، بالعكس أنا أشجعهم، لأنهم ناس قاعدين يتعبون على أساس يطلعون الفلس، مو مثل اللي يضرون. أنا أيضا ما أذم في هذه الفئة، لكن على الأقل هو تعب على الفلس هذا على أساس ما يكون الناس فضل عليه. فخلونا نسوي مقارنة، أبي كل واحد من اللي قاعد يتابع المقطع الحين يطالع دار مدار، يطالع حوالي تقريبا 5 أو 10 ثواني، طالع اللي حوالينك، شوف الأشياء اللي يمك، ممكن إنترنت، تلفزيون، بلاي ستيشن، فراش، قنفة، سقف، في غيرك ما عنده سقف آمن ينام تحته، يعني عندك أشياء كثيرة الصراحة. هو ما عنده لا بيت، ممكن أخوان، ما عنده أبو يصرف عليه، ما عنده، هو بنفسه اللي يطلع من الصبح إلين الليل عساس ياكل لقمة عيشة، عساس يطلع كم فلس يعيل فيهم أسرته. يعني عمره 10 سنين قاعد يعيل 4 أو 5 أشخاص، أنت متخيل على ربع على نص دينار؟ وهل يعني هالفلوس هذه، هالكمية هذه، هالمبلغ هذا، كلش ما يوكل عيش بزمننا هذا اللي الأسعار حير شابة نار الصراحة. فيعني جد مساكين. فيعني خلونا نفكر شوي، يعني الله سبحانه وتعالى فضلنا، لا نقول فضلنا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم وسلبها عن غيرنا. يعني إحنا المفروض نحمد ربنا على النعمة اللي إحنا عايشين فيها، عندنا تكييف، عندنا تلفزيون، عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، بقعد لي باكر أعدد لك النعم اللي إحنا عايشين فيها. عندك أبو، عندك أم، عندك أهل، أمن وأمان، عندك سقف تنام تحت، غيرك ما عنده سقف، غيرك فقير ومشرد ويتيم، ما عنده شيء حتى أكل، ما عنده يأكل. ودائما دائما دائما احنا نتذمر على كل هالنعيم اللي احنا عايشين فيه، ايضا نتذمر، يا يبا ليش ما اشتريت لي الجهاز الفلاني، يا يبا نزلت اللعبه ما ادري شنو، وانتم كلكم مقصرين بحقي، وانتم ما تشترون اللي ابي، وانتم كلكم تضايقوني وما ادري شنو. احنا ليش دائما نفكر بالمفقود؟ ليش دائما نفكر بالمفقود وننسى الموجود؟ عندنا اشياء كثيره موجوده، ليش ما نحمد ربنا ونشكره عليها؟ يعني وان شكرتم لا ازيدنكم، انا ما ادري اذا قلتها صح، لكن ان شاء الله اني قلتها صح. يعني انت اشكر ربك سبحانه وتعالى، الله يزيدك باذن الله، يعني الله يزيدك ان شاء الله. ليش دائما بين النعم الماديه عندك النعم الثانيه، الحواس، السمع، اللمس، البصر، اشياء كثيره كثيره كثيره، في غيرك ما عنده ولا ربع من هذه الاشياء. احنا شنو؟ احنا منو؟
عشان نتذمر. احنا ليش نتذمر اذا احنا عايشين بكل هالصحة بكل النعيم بكل هذه الاشياء اللي عندنا؟ فاحنا جد يا جماعة الخير احنا لازم نشكر الله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم. انا ممكن كررت هذه الجملة وايد لكن ارد واقولها مليون مرة، احنا لازم نشكر الله سبحانه وتعالى. انا ما اقول لكم انا معصوم عن هذا الشيء، انا بالعكس انا اكثر واحد ممكن يتذمر، لكن يا جماعة الخير احنا لازم 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 نشكر الله سبحانه وتعالى ونساعد هذيل الناس اللي الله ابتلاهم ممكن في الدنيا لكن ان شاء الله الله يجازيهم في الآخرة. ايضا احنا لا ننساهم في الدعاء، ممكن الصدقة نساعدهم باي شيء نقدر فيه، ناخذ منا ناخذ اجر ومنا مساعدات انسانية. فيعني يا جماعة الخير رمضان قرب، مليون لجنة موجودة، ممكن تروح على المسجد، تروح بالمسجد في خيمة مثلا افطار صائم، روح مثلا كل يوم مثلا تصدق، تصدق بصحن مثلا صحن بسيط في اكل شوية، روح ودى المسجد كرتون ماي مثلا، ودى المسجد ايضا حق صلاة التراويح، اشياء كثيرة ممكن انت تسويها. اللي عنده ايضا افكار نكسب فيها اجر برمضان ياريت تكتب لنا بالكومنتات. وايضا لازم احنا نحاول ان اليوتيوب هذا برمضان نقلبه الى برنامج ايجابي، ممكن ننزل فيه اشياء تفيدنا برمضان، اشياء عن القرآن، عن اي شيء ممكن يفيدنا في ديننا ودنيانا. عشان كذي انا راح اطلق لكم رابط قناة راح يتكلم فيها عن القرآن طول شهر رمضان ان شاء الله، واللي ايضا عنده قنوات دينية او ثقافية او اي شيء راح يفيدنا ان شاء الله بديننا ودنيانا ايضا يكتب لنا بالكومنتات، نروح نشترك بقنواتهم، نساهم بنشرها، نحصل أجر وثواب وبس، وننال رضا رب العالمين. هذا كان مقطع، معلش إذا وايد تأتأت الصراحة، ما أدري ليش وايد متوتر، لكن هذا كان المقطع، أتمنى أن أعجبكم. ياليت تضغطون لايك المقطع، وكم شاكلكم جدا 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 إذا أضفتم المفضلة. لا تنسون تشتركون في قناتي إذا ما كنتم مشتركين، ونشروا هذا الرابط ووعوا أخوانكم الصغار والكبار أو أي شخص يعز عليك أو أي شخص يعني أي شخص يعز عليك، وعى عن هذا الشيء ولازم يحمد ربه سبحانه وتعالى. مشكورين، يعطيكم العافية ومع السلامة.